السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم، معكم محمد الصغير في حلقة جديدة عن مدونة العالم الافتراضي. في هذه الحلقة سأريكم طريقة أو إضافة لمتصفحك جوجل كروم تمكنك من إظهار الباسورد، مثلا هذه باسورد للفيسبوك، هذه باسورد لأي شبكة اجتماعية في أي يعني مكان. فكلنا نعرف أن الباسورد تدور على هيئة نجوم أو هيئة نقط بدوائر سوداء يعني، وليست باسورد حقيقية وليست أرقام. فلهذا سأريكم إضافة تمكنك من إظهار الباسورد. على سبيل المثال هنا في الفيسبوك سأقوم بتسجيل الدخول إلى حسابي، على سبيل المثال أكتب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 هكذا أرقام وحروف قوية من هذا، كما ترى هنا تطلع أو تظهر نقاط. فبهذه الإضافة التي سوف تجد رابط تحميلها أسفل الفيديو تضغط عليها هكذا، ثم تختار هذا الخيار الأول الذي باللون الأخضر، كما ترى ظهرت هذه الباسورد على هيئة أرقام وكذلك حروف. طبعا طريقة رائعة للغاية، يمكنك استخدامه في حال قام شخص بتسجيل دخول إلى حسابه من متصفحك. على سبيل المثال يعني كنت قد نسيت الباسورد ولكن محفوظة في المتصفح ولا يمكنك تغييره، فيمكنك استعمال هذه الطريقة حتى تظهر لك إضافة رائعة للغاية، يمكنك استعمالها في احتياجاتك الخاصة. أنصحك بتحميله وإضافتها إلى متصفحك وتركها في هذا المتصفح. إذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، أتمنى منكم زيارة المدونة على الرابط hvw.com، رابط سريع وسهل الحفظ والولوج إلى المدونة. كذلك كما ترى يوجد حلقات شبه يومية في كافة المجالات التقنية عن التقنية والهاكرز والجيلبريك والسيديا، وكذلك أخبار الإنترنت. لا تبخل علي بزر لايك وسبسكرايب. نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.